المعدات والهمام، عضو للجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. أهلا وسهلا بكم. بداية، ما آخر مستجدات وضع الطلاب المعتصمين بالجزائر والمحتجين بتونس على المنح؟ الوضع كارثي بكل المقاييس. اسمح لي في البداية أن أشكر قناة المرابطون على هذه الاستضافة، على مواكبة الشأن الطلابي ومستجداته، وهذه خطوة جيدة. الوضع كما قلت كارثي بكل المقاييس، وسأوجه من خلالكم نداء إلى كل الفاعلين في المجال العام، هيئات ومنظمات وأفراد، إلى التدخل للضغط بشكل عاجل وفوري لمحاولة إنهاء هذه الجرائم التي تمارس بحق طلابنا في الخارج. الوضع هناك تجاوز كل الخطوط الحمراء. الطلاب دخلوا قبل يومين في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام من أجل صرف المنح المتأخرة، وجابهتهم الوزارة بكثير من التعنت وببيانات مستفزة. طيب، عذرا عن المقاطعة، طيب ما أبرز مطالب هؤلاء الطلاب وما مستوى شرعيتها؟ أعتقد أن من ناحية الشرعية لهذه المطالب، مطالب متجاوزة، لأن المطالب واضحة وعادلة. مطالب هي صرف المنح المتأخرة وفتح لجنة المنح المتأخرة لتفتح اجتماعها المتأخر لاستقبال الملفات وصرف المنح المتأخرة. لا أعتقد أن هذه مسألة خلافية، ومحاولة إثارة الزوبعة والتهم المعلبة بالتسييس وغير ذلك وسائل غير مجدية. وأعتقد أن الطلاب في الجزائر وكذلك نحن هنا ماضون في خياراتنا التصعيدية من أجل فرض تحقيق هذه المطالب العاجلة. طيب، فيما تتجسد أبرز هذه المطالب؟ هذا هو سؤالي. مطالب طلابي في الداخل أم مطالب طلابي في الخارج؟ في الخارج، هنا سؤال. مطالب طلابي في الخارج تتمثل أساسا بعقد اجتماع عاجل للجنة المنح المتأخر وصرف هذه المنح المتأخرة، لأن الوزارة تماطل منذ أشهر وأصدرت بيانا، ربما طلعتم عليه، بيانا كان محويا احتوى على كثير من المغالطات والتهم المعلبة للطلاب، اتهمهم خلالها في التسييس. ولا أعتقد أن مشاكل الطلاب التي يعانون منها وإلحاحها أكثر راهنية وجدوائية بالنسبة للطلاب من تبنيهم المطالب السياسية. المطالب كنا سنأتي على موضوع التسييس، لكن على ضوء ما يجري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول أن من استوفوا الشروط والمعايير المطلوبة حصلوا على منحهم. طيب، بهذا الطرح لماذا الاحتجاج إذن؟ أعتقد أن الوزارة تمتهن ومنذ سنوات عديدة هذه المقاربات التسطيحية والتخديرية للشأن الطلابي. المطالب الطلابية العادلة لا تنقص من الوزارة شيء، وهي مطالب عادلة. تفتح لجنة اجتماع لجنة المنح المتأخر وتصرف منح الطلاب الذين دخلوا في اعتصامات واحتجاجات في الجزائر وتونس والسنغال. طيب، على ضوء ما يشري أيضا الناطق باسم الحكومة الموريتانية يدعو إلى عدم تسييس احتجاجات الطلاب بالخارج. طيب، هل تحاولون أنتم في النقابات الطلابية تسييس قضايا الطلاب؟ لا مطلقا، كما قلت مطالب الطلاب أكثر إلحاحا وأكثر راهنية من أن نأخذ بمطالب سياسية. مطالب الطلاب قوية وجاذمة وموجودة في الساحة، ولا أعتقد أن هذه التهمة التي دأبت الوزارة على أخذها لتشعل بال الطلاب من أجل ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، لا أعتقد أنها ذات جدوائية ولم تعد تنطلي على أحد. الطلاب ماضون في اعتصامهم بشكل جدي، ونحن أيضا في الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ماضون في خطوات تصعيدية من أجل فرض هذه. إذن عبداتي والإمام، عضو اللجنة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، شكرا جزيلا لك. يواصل رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني اتصالاته ومشاوراته لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة، المرتقب أن تنتهي في غضون 10 أيام. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أقال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، وعين سعد الدين العثماني رئيسا جديدا لها. أتابع. يواصل رئيس الوزراء المغربي المكلف سعد الدين العثماني العمل على وضع